السلام عليكم لا فامي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير ونقصكم خير ان شاء الله يا ربي، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو باذن الله. اليوم جيت نجاوب على بعض الاسئله اللي تطرحوا بزاف، واللي حتى انا عملت واحد الغلطه البنات وسمحوا لي. اليوم جيت باش نعطيكم معلومات كثار على ديك المكان اللي كنمشي له، الاسم ديالو كاسونات. غتدخلوا جوجل غتكتبوا كاسونات، غيطلع لكم الموقع ديالهم، وغتدخلوا حتى الانستغرام ديالهم. الناس اللي عندهم انستغرام يقدروا يدخلوا باش تبقاو تتابعوا وتشوفوا الحاجات اللي كيعملوا، يعني لي زكتيفيتي اللي كيعملوا. صراحه داكشي مزيون بزاف. انا نهار اللي نزلت لكم الفيديو ما يمكن ما شرحتش مزيان فيه، وحتى ما نزلتش لادريسه. هذا هو الغلط اللي عملته البنات، حيت ما كانتش عندي لادريسه، وعملت مع بالي باش غنرجع ان شاء الله ونجيب لادريسه، ولكن نسيتها، والله العظيم نسيتها. داكشي علاش اليوم غادي ننزل لكم لادريسه، غادي نكتب لكم ونخلي لكم هنا في الشاشه، وعملوا لها كابتور ديكرو، وهيدا باش تبقى عندكم. اللي بغى يمشي، اللي بغى يعطيها شي واحد، هاد المكان هذا هو عمومي للجميع، زعما ماشي يعني مخصص لشي ناس ولا مثلا، بالعكس للعموم، وبالعكس هذاك مطاع يعني غزال. وانا شخصيا مشيت له يعني النهار الاولاني وعجبني الحال وارتحت فيه، وسبحان الله كتلقى مع ناس بزاف، وهذاك المكان هذاك باش ديال التعارف مع ناس اخرين، كيعملوا فيه لي زاكتيفيتي، كاين بزاف الحاجات كيتعلموا فيه، اللغه كيتعلموا الفرنسي، النيغلوندي كيتعلموا، القران كيتعلموا، العربيه. الناس اللي ما قاريينش العربي مثلا، الناس اللي خالقين هنا ما كيعرفوش العربيه، ولا الناس اللي جاوا من المغرب مثلا ما مشوش مدرسه قراو. كاين تما كاين واحد يعني عامل نهوره ديال القرايه، وعندهم واحد الصاله فوق كبيره فيها كيعملوا لي زاكتيفيتي ديالو، وكيعملوا الخراجات. بحال دابا كيكون عندهم واحد النهار كيخرجوا بلي فيلو، ان شاء الله هاد المره شي مره نخرج معاهم، انا حيت كيعجبني الفيلو، وغادي نشارك معكم وتشوفوا نقرب لكم اكثر ديك يعني ديك الاجواء كيف عامله. جوديا ناعسة قدامي فايله رجيت دياله. المهم البنات كضحك، هذا لادريسه غنخليها لكم هنايا، وبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء هيدا باش تعم الفائده. وكيف ما شفتوا كيعملوا كل نهار مثلا الاثنين، كيعملوا كل نهار شنو كيعملوا، ما عندهم شي واحد المنيو مخصص مثلا السيمانه كامله، كل نهار وشنو كيعملوا. وما نعرف من هنا القدام، حيت هذاك المكان ماشي قديم البنات، راه يمكن عنده شي عام وقيله ولا شي عام ونص، كنظر على حسب اللي سمعت انا واللي قالوا لي الناس تمايا. وتبارك الله ماشي غير المغاربه اللي كاينين تما، ما شاء الله كتشوفوا الكوار وشحال ديال الكوار كيجيو، ما شاء الله الدنيا عامره، كتكون الدنيا عامره. وشنو هو يعني الحاجه اللي مزيونه فيه تما؟ هي ديك البساطه، ديك الشعبيه ديالو، ديك كتشوف سبحان الله، كتشوف واحد الوجوه ديال الناس تما، لا اللي كاينين تما اللي زعما مكلفين تما، ولا الناس اللي كيجيو كتشوف ديك الابتسامه، كتشوف ديك الاستقبال، كلشي فرحان. يعني شوفوا ما ننساوش ان حنايا كاملين عندنا مشاكلنا وهمومنا، يعني حتى واحد ما هو في الدنيا خاطي منه، ولكن اللي لاحظت انا تما هو الانسان كيدخل كيخلي ديك المشاكل وديك الشيء زعما السلبي كيخليه برا، وكيدخل لداخل ديك بواحد فهمتوا كيفاش نقول لكم، واحد الفرحه، واحد الابتسامه، واحد الضحيكه، الموسيقى، كلشي فرحان. ملي كتدخل سلام بونجور بونجور سلام سلام، يعني كاين الناس اللي كيدخلوا ما كتعرفهم ما حتى شي حاجه، كيقول لك بونجور سلام من صارك، كيقول لك بونجور، وحنا العرب غادي السلام عليكم السلام عليكم. كاين واحد الانسجام، واحد بنادم كيجلس مع بعضياته هيدا في الطابله،
مثلا كتجي واحد، نكون انا جالسه مثلا، تجي واحد المراه تجي السلام عليكم لاباس بخير، تجلس معك في الطبيله، تجي وحده اخرى تجلس معك هنايا، فهمتوا؟ كيكون واحد التعارف، كتعرف على ناس وحدين اخرين. المهم داكشي مزيون البنات والله الا عجبني الحال، وما زعما بحال دابا انا شي مرات كندي ولادي مدرسه، ما كيكون عندي حتى شي حاجه، ما عندي لا شي شغل مثلا مهم اللي غنقضيه، ولا شي حاجه غنشوف راسي حتى الدار مثلا ما عنديش شي شغل اللي غنعملو، غنشوف راسي غادي نجي نبقى غير جالسه، ولا نمشي نرجع النعاس ولا شي حاجه، كنفضل انني نمشي تما. من نهار بعد ملي اكتشفته كنفضل انني نمشي تما نجلس نفطر. الحمد لله ماشي انا الماكله هي اللي غتديني تمايا، ولا شي زعما الماكله هي اللي غتديني هذاك المكان ولا غيره. الحمد لله كاملين عندنا خيرنا في دارنا واللهم ملك الحمد، ولكن شتو غير داك كويز ديال القهيوه ولا كويز ديال الاتاي، وديك طريد الخبز ولا حريشه ولا داكشي اللي كيكون موجود، وداكشي وجلستي وكت هذه كتفطر ومجمعه مع الناس وكتضحكوا وتهضروا وتعاودوا، يعني حاجه هايده. هذيك هي الدنيا وما فيها، كترجع من دارك يعني فرحانه، وعندك الكانه تعمل يعني شحال من حاجه، شغلك الا عندك شي حاجه تعملها. المهم ومن خلال حتى بزاف البنات اللي مشاو، يعني من اللي شافوا الفيديو مشاو عجبهم الحال بصراحه، قالوا لي فايزه مطعم زوين، حتى حنا حسينا بالراحه، فرحوا. المهم ارتاحوا بهذا، يعني بكل وضوح. واليوم مشيت تغديت تمايا سكسو، وتبارك الله كنت عامله انا واحد الصديقه ديالي غنمشيو تمايا، وسبحان الله تلاقيت مع عرفتوا شحال ديال البنات اللي تلاقيتهم تمايا، جاو كاين واحد الجروب بعدا جبرتهم، جاو شافوا الفيديو ديالي وجاو تما قالوا لي فايزه انت لا بيك زعما انت اللي ورتينا هذا المطعم باش جينا هنايا. قلت لهم مزيان بعدا والله الا فرحت، زعما كتشوف شي حاجه بحال هكا كتفرح باش تشارك مع الناس شي حويجات اللي مزيونين اللي يستافدوا منهم، اللي يكتشفوا شي حاجات، فهمتوا؟ يعني كاين شي مطعم بحال مثلا هذا، انا براسي ما كنتش كنعرفو، انا بدي عاود داوني ليلو ناس اخرين فهمتو، وانا عاود نوريهم عاود كيوريوه لوحدين اخرين، وهذا حتى ديك الموطع يكبر ما شاء الله ويولي كبير ويولي معروف ويولي وعندو يعني تولي عائله كبيره تمايا. بحال فيصل قال لي في ما شفتو ما شان الدار ديالنا، قلت له ما شان دارنا هذه دي دارنا الثانيه. كيعجبني الحال تما ما نكذبش عليكم، وليت منسجمه تما، الناس اللي ما شاء الله اللي تما مكلفين وداكشي حتى هما يعني ما شاء الله عليهم، ناس ظريفين ناس طيبين، ما زعما ما كتحسي بديك الفارق، ولا تحس لا ماشي بحال اللي كتمشيو للريستوره ولا شي قهوه مثلا كتجلس كتكوموندي شي حاجه كتبقى جالسه ما خصك لا تتحرك لا هادي، المهم كتحس براسك بحال شويه مزيره. هنا لا، انا براحتك كتاخذ راحتك، يعني ما كاينش زعما اللي يقول لك شي حاجه ولا علاش انتي هادي. المهم الانسان احترام وصافي، يعني راه كل حاجه عندها القوانين ديالها وباحترام، يعني حنا الانسان انسان بعقله راه كيفهم، يعني تشوف الحاجه كتفهم، ماشي ضروري انك انا تهضر معك شي واحد عاد باش تفهم. وهادشي اللي كاين البنات، وتبارك الله اليوم دوزنا واحد الغديوه غزاله، جلسنا تغدينا بكسكس، جاوا بزاف ديال البنات وما شاء الله كانوا متتبعين ديالي كيتابعوني في القناه، وانا بصراحه ما نتوما عارفين يعني انا بزاف ديال الناس كيتابعوني ما كنعرفهمش كيشوفوني كيعرفوني وانا ما كنعرفهمش، شحال من مره كنتلقى ناس في الزرقاء سلام فايزه كيهضروا معايا ولكن ما كنعرفهمش، وكنفرح والله العظيم يقولوا لي كنتابعوك في القناه ديالك في اليوتيوب، كنفرح وهذا شرف لي والله يكبر بكم والله يعطيكم الخير. المهم هادشي ما كاين البنات باش ما نطولش عليكم بزاف، واللي بغى شي مره نعملوا شي جروب ونمشيو تما نجلسوا نفوجوا نضحكوا، و يعني هذا هو يعني الاهم. شنو اخر بغيت نقول لكم البنات، وبالنسبه للثمن، كاين البنات كيقولوا لي بشحال 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 بشحال، شوفوا البنات
هذاك المكان ما عندهمش واحد الثمن محدد. شوفوا نتوما والكرم ديالكم، نتوما بحال اللي غتعملوا شي صداقه، بحال يعني كتمشي كتخلص واحد الثمن رمزي باش عاوتاني هما كي ديك الشيء هذا كيجمعوهم كيشريو عاوتاني باش ديك يعدلوا الماكله وكيجيبوا ديك المسائل اللي كيحتاجوا تما باش كيطيبوا الفطور الغداء. تبارك الله كاين واحد السيده تمايا كتعمل في الصباح الفطور، الحريشات، الشفاج، البغرير، المهم الخبيزه وريشي، ما شاء الله عليها الصلاه النبي عليها. كنقولها لها تما ملي كنكون تما كنقولها ما شاء الله عليك تبارك الله عليك، داكشي الغزال البلدي، داكشي ديال الدار البلدي ديال بصح، ماشي راه كاين شي حوايج لا علاقه مع شي يعني مع شي حاجات كناكلوهم في الزنقه، يعني حاجه ديال الدار ديال الدار البلديه، يعني ما عندي ما نقول. قلت لكم فحال في الغداء كل مره شنو كيكون، كل مره كيجي شي شاف يطيب شي اكله متميزه مثلا ديال شي دوله، ولا ماشي غير ماكله مغربيه مختلطه، كل مره طيح في شي بلا يعجبك. وكيف قلت لكم الثمن نتوما وهذا ديالكم تقدروا تخلصوا 3 اورو 4 اورو 5 اورو 10 اورو 20 اورو حتى 50 اورو، ولا نتوما والكرم ديالكم، واللي بغى يتبرع بشي حاجه تما في سبيل الله عاود حتى هما راه الناس اللي تمايا كاملين متطوعين، الناس كاملين اللي تما اللي كيطيبوا واللي كيقابلوا اللي هذا، بزاف ديال الناس تما ما شاء الله عليهم كاملين متطوعين كيعملوا، ما كاين يعني ما كاينش ماشي خدامي، ماشي كيخدموا يتخلصوا، متطوعين كيعملوا داكشي يعني كيعاونوا، واللي بغى يعاون شي حاجه عاود كيمشي تما. فحال دابا شي مره انا كنمشي بحال هذا، كنمشي انا وصاحبتي مثلا فحال دابا الخميس كيكونوا كيوجدوا فحال الخميس كيوجدوا الخضره ديال السكسو، كيبقاو قشره مع تبارك الله كتكون عندهم بزاف، وداكشي كيوجدوها اللي كيبغي يمشي يعاون كيعاون. انا بحال مثلا مشيت مثلا فطرت تما ولا شي حاجه كنجلس معاهم، وحيدا كنجلسوا جروب بينا وحنا مجمعين ومضحكين وكنقشروا، عرفتي كيفكروني بحال ديك الاجواء ديال المغرب اللي كتكون شي مناسبه شي عرس ولا شي جنازه ولا شي حاجه كيتجمعوا العائله وكيبقاو يوجدوا داكشي. هادشي اللي كاين البنات، وان شاء الله يكون شي مطاعم بحال هيدا ولا المهم اماكن بحال هيدا اللي نقدروا نجبروا فيهم راحتنا ونفوجوا فيهم، ما نحسوش بالاحراج، ما نحسوش بالضيق، ما نحسوش فهمتوا اللي نكونوا براحتنا فيه. دائما نبقى نشاركوا معكم، وهاد المره ان شاء الله نبقى نجيب لي زادريس باش ما نبقاش ننسى وما نبقاش نغلط، ولكن لادريس ها هي هنايا، غادي تعملوا لا كابتشر دي كرون صوره تخليوها عندكم، ومرحبا بكم، وشي نهار نتلاقاو كاملين تمايا اللي بغى شي واحد نتلاقاو زعما تما مجموعين على الراس والعين، والله العظيم البنات الا على الراس والعين. انا بالعكس كنفرح بزاف ملي كنتلاقى الناس، كنقول اللي كنتابعوك في القناه ديالك ما شاء الله عليك فايزة تبارك الله كمال، وهذا كنفرح وكتشجعوني بهاد يعني بحال الهضره المزيونه بحال هكا كتشجعوني بها باش نزيد القدام ان شاء الله ونشارك معكم دائما الجديد. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم راجلي دابا خصني نمشي نوجد له الحوايج ديالو، غادي نمشي معروض نوض وجدت له حويجاتو، قلت له دي معاك جات الصحص فيه جات، قلت له ديه معاك مع اليوم الجمعه يلبسوا بلدي وهادي، وغيمشيو معروضين عند واحد صديق ديالو عاملين واحد صدقه الليله ديال العشاء والطلبه وقيله عاملين صدقه، وكان غيمشي قلت له دي معاك جات باش حتى هو مسكين يخرج شويه يتعلم يخرج معاك، راه بدا كيكبر بدا كيفهم. ايوا صافي وجد فرحان 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 السكن، دوشت له ودابا غادي نوض نوجد لهم حويجاتهم باش يلبسوا ويمشيو. صافي البنات هانتوما معايا، يلا هنايا البنات غنشارك معكم غير هذا المقطع هذا صغير ديال هذا النهار هذا اللي تغدينا. السكسو كيقدموه بهذه الطريقه، هذه كتسربي راسك، الخضره كل حاجه بوحدها، اللحم بوحدها، كل حاجه باش كل واحد كيهز القياس اللي غياكل. وشنو البنات هما ما كيبغيوش تهز مثلا بزاف وتسيب، مثلا تاكلوا شويه وتسيب، كيبغيو
تهز القياس ديالك اللي غتاكل، ولا بغيتي تعاود تزيد كتمشي تزيد، يعني ما كاين شي مشكل. هو ما كيبغيوش غير انك تسيب الماكله في حاشاكم في بوبيل، وهذا الشيء اللي كاين البنات. بصراحه كسكس غزال غزال لذيذ بزاف من واحد الدرجه ما تصوروش. هنايا كاين مريقه والحمص في القاع، الحيمه والخضره كامله، وسكسو كاين جوج الانواع، سكسو العادي وسكسو ديال الزرع. فوالا البنات، وانا خليتكم لادريسة ومرحبا بكم. جات في ماشي جيبالي شي كيكه سميزان ايوا بابا ياك ماشي المعروضين. ها ايتك بصحة جليلبة، كانت عليها صغار عليك، عقلتي عليها عملتيها في العيد، في العيد اللي فات، مش العيد هذا، العيد اخر، عقلتي. و زعما دالت بتي يا بسنه كانت كبيره يا بسنه يا بسنه شي. برافو عقلتي، شفتي ومزيونه. يا بوكو دو بومبو يا طاس. عقلتي يا الخانس. جبت لك هذاك الطاس ديال الشوكولا شو، جبتو لك كادو، عملتو لك كادو تينا وشاي الناس بسنة جوديا. مي مو جو فولي با لو ديكيليفر، فولي لو روج. صافي الله يجعل البركه، ما بقاوش بقاوش كيتباعوا. مي مو جو با سا. نوض وقف نشوف لك الجلابه. وقف اوكي با جو با. وقف 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 ليس ما باتيني تو فوا كو جي فو غاردي. دابا فين غتمشيو؟ فين ماشيين؟ شي كليكا سميزان فرحان شكي. فيصل قل السلام للمشاهدين. لا سلام لا كلام. تذكريني عندك لافير ديما ورا على هادشي، علاش حيت كتغفليني كتصوريني مازال انا كاع ما عرفتش كنصور ولا كنصور. دابا سي لي كون الوغ تو تي مي دون ان تي بي تيليفون دابا يا بريكو وخليه يسلم. بريكو لي دو هلا مفيد ليد. اوكي صافي معليش خليه يسلم. اوكي السلام عليكم المشاهدين الكرام، توحشنا لكم المده هذه ما درنا شي فيديو وما اتصلنا بكم. المهم كي جاتكم الحطه؟ حطيطه. شنو خاصني مع هاد الحطه؟ انا خصك انا شنو خصك؟ اجي جاي خصك انا نكون عامله شي تكيشيطه شي قفيطان و لبسها بابا اسمح لي جاني اصور، جا اصور في معايا. تبارك الله ما شاء الله من العين الى خرجنا والسلام ما شاء الله عليكم. الله يحفظكم من العين. قراو القران. لا والله حنا غادي نمشيو في سبيل الله اليوم نقراو القران ماشي المعروضين. غات نمشيو نزورو الاصدقاء ديالنا ونشوفو شحال هاد ما شفناهم. اليوم الجمعه جات المناسبه هي هذيك. وانا جات زوينه، جات مفتون مع الجلابه. الدراري يشوفوا الاجواء ما عمرهم ما شافوا. بصح جد اول مره غيمشي معاك ياك شي شي عراضه ولا شي، وهيدا باش يتعلم باش بقى يخرج معاك. دابا هو بدا كيكبر كيعرف كيما داروا معنا والدينا حتى حنايا خوتنا وخواننا وي جد برقم برقم بركه ما تنقص. ولدك كيكبر وعند راسو باقي صغير. هو باقي صغير هو يبقى ديما صغير. هو بيبي تينا بيبي تينا كبير. واحد البنت ديالي ما فينا هنا كايناش هذيك. جوجو جوجو ناسا كتلعب، قالت لك كتلعب ما كايناش هنايا. المهم صافي غتمشيو نمشيو نخليكم ترجعوا شويه صحتكم. خليوني انا هنايا انا وجوديه. جيبوا لي حقي في الخبز. انت معايا خبز عطيني ميكا. لا لا دي معاك دي معاك بلاستيكه. عملي طريف ديال اللحم في الخبز. هيدا كنت كنوصي ماما ملي كتكون ماشا حضاره كنقولها جيب لي معاك طريف ديال الخبز فيه في حقيت فقوصه وطريف ديال الخبز فيه اللحم والجداد. وبا با ما كانش كيحضر كيمشي يمشي وما هي اللي كتجيب لنا. يلا اجي نقول لهم السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم. صافي مشيتو ان شاء الله. يلا المهم ان شاء الله يا فيصل. باي باي.
تهلا فراسك و تهلا تهلا فراسك زعما كتوصي ماشي لنا كمان وكو فوالا سير كوم سا سي بيان فوالا اني اونديما تشاو بيلو تشاو بيلو ايوا بشديتا شويه تشاو بيلو لا عاود عاود تشاو بيلا تشاو تشاو بيلو